تقضيش طالما ان انا ما اشتغلتش هو السبب الخسارة ده اعتبرت اكسترا كوبر. كوبر ذا بريبيرد كيميكال برودكت، يمكن ده من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا عليها ان انا لما بشتغل على حاجه اسمها كيميكال برودكت اللي هي كيميكال ستراكشر اللي انا بشوفها هو البيشن باكس. لكن الاناتوميكال برودكت اللي هو كيميكال كوفرد باي انامكس ده بالنسبه للهيستولوجي. لكن بالنسبه لنا احنا كاقسام مراكز بتعامل على حسب اللي انا بشوفه بعيني. اوكي؟ عشان كده احنا قلنا في البريبريشن او في التعريف ان هو كلينيكال كاونت. اند ستوري اساتيك اناتومي اند فانكشن. اساتيك طبعا اكيد اساتيك كويس جدا لان احنا قلنا ان اي ريستوريشن تبقى موجوده عندي لازم يتبع فيها ثلاث حاجات. لازم تديني بيولوجيكال برنسبل ما ينفعش ان انا اخد واحده من الثلاثه واسيب الاثنين التانيين، لازم يبقى كل البرنسبل بتاعتنا مظبوطه. طيب لو جينا في امتى اقرر اعمل الاولثرامك ريستوريشن؟ اوكي؟ زي ما اتفقنا ان اي نوع من الريستوريشن كبيزكس ان انا هقول يا اما استخدمها كتنزيل وريستوريشن يعني استخدمها ان انا اعمل كراون. اوكي؟ يبقى لو انا قررت اعمل كراون بس يبقى دي انتيجوال ريستوريشن. لو انا كان عندي سنان استراتيج وهدخل بعد كده ان انا اعمل بريتش يبقى انا بستخدمها از ابريجن تيبل. اوكي؟ لو انا استخدمها كابريجن تيبل ممكن استخدمها شورت سبان او استخدمها لونج سبان. كان زمان من 10 سنين بالظبط تمام؟ لو كنا قلنا ان احنا عايزين نستخدم الاول ترامب في اللونج سبان كان يقول لي كونترا انديكيتد. ليه كونترا انديكيتد؟ لان كان السترينث بتاعه ما يكفيش ان هو يتحمل الفورس. تمام؟ النهارده مع الحاجات الجديده اللي ظهرت مع النيو انفورسمنت والنيو تكنولوجي في الكاتيا لا انا ممكن دلوقتي استخدم الاسترونكس واعمل بيه بوستيريور ريتش تمام سواء كان في الزيركونيا او اي بي اس امبريس او في حاجات ثانيه طلعت كثيره جدا تمام معموله في نظام الكاتيا اقدر استخدمها في اللونج سبان. اوكي؟ لونج سبان احنا اتفقنا ان لو انا عندي حاجه اسمها ماكسيمم نمبر اوف ستورينج فيز يعني لو جه بيشن لقيت ان هو خالع اربعه انتيرو جنب بعض يعني خالع مثلا تو سنتر وتو لاترز دول اربعه ده يعتبر الماكسيمم نمبر بالنسبه لي ان انا اقدر اعمل له ريستورينج في الفيكسل. يبقى في الحاله دي هدخله قسم الفيكسل وابتدي اعمل له ريستوريشن. في البوستيريور الماكسيمم نمبر بتاعي من اثنين لثلاثه ودلوقتي المفروض اني اكسبتد لغايه ثلاثه يعني ايه؟ يعني واحد عنده مثلا ميسنج 4 و5 و6 يبقى لما يدخل قسم الفيكسل اوكي اقدر اشتغله، لكن واحد عنده 5 و4 و5 و6 و7 يبقى عدى الثلاثه اكتر من الثلاثه ما اقدرش ادخله قسم الفيكسل احوله قسم الريبورت. اوكي؟ احنا محددين العدد الماكسيموم نمبر في الميسنج انتيريو كيس اللي هم دول جنب بعض مش سيبريت، لو هم سيبريت ممكن يزيد عن كده. اوكي؟ والماكسيموم نمبر في الانتيريو كيس هم يعتبروا ثلاثه. تمام؟ طيب يبقى انا اقدر استخدمها في اول حاجه لو انا قلت هعمله كراون لو انا عندي فراكشر انتيرو ديس دايما فراكشر انتيرو ديس بتيجي دايما في جنب ايه؟ تلاقي دايما الاطفال او دايما السن الصغير واحد ماشي وقع على الارض فراحت السنه الابر سنترال اتكسرت حته منها. تمام؟ بتفضل المشكله دي لان هو اوريدي خلاص فكت السنه دي تعتبر فيرنو وفي الحاله دي هو هيعيش لها طول عمره فالمفروض ان احنا ندور على ريستوريشن وتقعد طول العمر. فالريستوريشن يبقى في الفراكشر انتيرو ديس انا هبتدي اختار الاول سرابل ريستوريشن في حالات الفراكشر انتيرو ديس. ديسكارد انتيرو ديس في بعض الاحيان ممكن يجي لك بيشنت لو جيت بصيت على السنان اللي
السنه اقدر اشيل بس الكراون الخاص بيها، لكن مش هلحم كله على بعضيه، ولو في اشتكى من سنه واحده اروح شايله كل الشغل ده. وطبعا القرص راجل غالي جدا، المفروض ان انا ما اشيلش غير الحاجه فيها مشكله. اللوكاليزد ديسكلريشن دايما بيبقى ليه علاقه بالشخص اللي هو ماشي وقع او اتخبط، تمام، او واحد مره دخل في الباب النظام التحريك، وبعدين نتيجه الخبطه او التروما دي يبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يحصل بالب ديسك. نتيجه البالب ديسك يبتدي يحصل ديسنتجريشن للكونتنتس بتاعت البالب، وبعدين يبتدي ندخل في مراحل الديسكلريشن بعد كده. كل الكلام ده نتيجه ايه؟ نتيجه التروما. حتى لما بيجي نضطر بقى نعمل روت كانال تريتمنت، فاحنا المفروض بنشيل البالب هو اوريدي بيبقى مات، لكن تبقى السنه ستيل فايتال، بتبقى واخده فيه بلاد سبلاي بس من الكولون تقريبا، ويبتدي بعد ما نخلص الروت كانال ان احنا نشوف بقى هنستخدم بوست ولا لا، وبعدين نعمل كورس رقم ريستوريشن. حالات البايلاترال روز مالتيكين، طبعا انتوا خدتوا في الاوبرتيف في تقسيمه كده خدتوها اعتقد في السمستر الاولاني، ان هم بيقسموا الكيرز على حسب فلاكس برنسبل ويعملوا لكم بلس 1 و 2 و 3. طيب في بعض الحالات بقى في الانتيريور بيحصل فيها حاجه لطيفه جدا، يحصل بايلاترال روز مالتيكين، تيجي تنظف الكيرز تلاقي تحولات السنه اللي عباره عن بس حاجه كده شايل في النص وبينبت، وهو فاضي يمين وفاضي شمال. طيب لو انت عملت المفروض كومبوزيت ريستوريشن، اوكي، ولكن الكومبوزيت ريستوريشن دي هتفشل كذا مره بسبب ان كميه اللوز ستراكشر اقل بكتير من كميه الريستوريشن. الحل الاكثر ان انت بعد ما بتخلص الكومبوزيت ان انت بتحولها لطوع الحول، يعملوا لها اول سرامك ريستوريشن، وده بيبقى حل نهائي، مفيش احتمالات ان الكومبوزيت يتغير. في حالات المرموز او روتيتد، بس كلمه روتيتد هنا لا اقصد بيها ان السنه حصل لها روتيشن لدرجه ان البطل بقى في الليجوال والدنيا اتقلبت كلها، لا روتيشن يعني ماينر ديجري اوف روتيشن، بحيث ان انا اقدر اشتغل في السنه وابتدي اعمل لها اول سيراميك ريستوريشن. حتى في المارفورد كيس اللي هي السنان اللي بتبقى فيها البلازما، طبعا انتوا خدتوا ان في البلازما وخدتوا في بعض الامراض بتحصل نتيجه الديستربنس بتاعت البوند بلاست اللي هي زي حد مثلا من حالات المايكرولونشيا، دي بتبقى في سنان اصلا مش موجوده، وتيجي تعمل اكس راي بتلاقي حتى الكواليتي بتاعت السنان مش موجوده، يعني هي اصلا مش موجوده، تمام؟ السنان اللي بتبقى مش موجوده او ما تكونتش اصلا، فالعيان بيبقى عنده حاجه من انواع حاجه بنسميها مايكرولونشيا، وده المفروض ان احنا نشتغل شغل الفيكس بتاعنا عشان نعوض السنان اللي اوريدي مش موجوده. في حالات الفيبر اوكلوجن طبعا يشترط في الاولد سرامك، بالرغم ان احنا بنقول ان الحاجات الجديده في الاولد سرامك وعملنا ريبورتنج، لكن ستيل 80% هي المفروض عايزه ميه، صوت وجعني، ولكن ستيل برضه ان احنا في سرامك ماتيريال المفروض ان يبقى سبيدو في الكومبريسر، ولكن الانسان والشيل برضه ولازم. فلو واحد الاوكلوجن بتاعه مش مظبوط، يعني واحد بيقفل كاشو او واحد بيقفل ريفرس بايب او اوبن بايب، ما بفضلش ابدا استخدم له الاول سرعه. جبت لنا واحد جديد؟ طب يا ريت تديهوني بقى عشان لما اجي الاقيه تاني. كمان؟ طب جينا بصينا للتو سبايكس دول، تمام؟ في فرق بين السايكل فوق والسايكل تحت، ايه الفرق؟ لو جينا بصينا للتو سبايكس اللي فوق واللي تحت، هل هما الاثنين زي بعض كده كده؟ ولا في فرق؟ الفرق اللي هو فيه اللي فوق ده الاستريتشن. الرسمه اللي فوق في كام ارتفيشال استريتشن؟ في كام ارتفيشال استريتشن؟ اربعه. يعني يا ريت تركز شويه قبل ما تروح. في كام ارتفيشال استريتشن؟ ممكن بريدج واحد او اربع كرونات. يا عم لا اولا الريستوريشن
وهو عنده شورت في الكراون. اوكي؟ ودي كبيرة بتبقى باينة كويس أوي. طبعًا في حالات اليونج إيج، طبعًا أنا مضطر عشان أعمل فول سيراميك ريستوريشن، مضطر إن أنا أعمل كمية ريدكشن عالية جدًا، وبالتالي كنا خدنا خريطة كده في الكتاب الأولاني، وقلنا إن اليونج إيج ما أقدرش إن أنا أعمل ريدكشن جامد، لأن ممكن أدخل في قصة البار إكسبوجر، وبالتالي أي يونج إيج لأ. حالات الكيرلس بيشن، يعني إيه كيرلس بيشن؟ كيرلس بيشن معناه البيشن المهمل. يعني بتعملي اول سيراميك ريستوريشن تمام خلالي وبتتعبي كده جدا وبعدين تلاقي البيشنت ده مصر مثلا ان هو طول ما هو قاعد ينضف في ضوافره ينضف في اسنانه يقعد يلعب بالقلم كل الحاجات دي بتؤدي الى ان الوايت سبان بتاعتها بتقل وبالتالي لو انت لقيت البيشنت بتاعك كده اريتابل بيعمل حركات كده يفضل مستمر عليه طول ما هو قاعد متنرفز ابعدي خالص عن الاول سيراميك. البيشنت اللي لو جيت مثلا دخلك لقيته مثلا فيه عريض قوي كده بيلعب نوع من انواع السبورتس طبعا بيبان في شباب كده فجأة كده بتلاقيها بيشتغل بنظام البادي بيلدينج والحاجات دي. طيب في ناس بتشتغل سبورتس دايما بيتعرض ان هو ممكن يتضرب في وشه حتى ايفن البروتكتور اللي بيلبسه ده ما بيأثرش طبعا وبالتالي انت هتشتغل تركز النهارده في التركيبه بكره يوم كده ماتش يجيلك متكسر تنزل لكم متكسر بتاع كل يوم ده راح فين؟ طب الاوبيزاني اللي على طول في الماتش متكسر فين هو؟ طيب عندنا البيشنت عندهم بارا فانكشنال هابت يعني ايه؟ لو انت احنا اتفقنا ان في حاجتين اللي هو الكلينشنج والريزيس طبعا الكلينشنج سهل جدا ان هو قاعد قدامك تحس ان هو الريتابول لو انت مصيتهم بالسايد من هنا هتلاقي الماسل بتاعت الموتيفيكيشن شغاله ان هو قلقان ولو هو عنده تدريس طبعا انت بتسال حد من اهله اذا كان هو بيعمل خوف وهو نايم ولا لا طبعا كل الكلام ده كونتر انديكيتد في الاورس حالات الكونتر انديكيتد كيس بتخاف جدا لو هي اصلا السنه في الكونتر انديكيتد بتخاف ان احنا نشتغل عليها الاورس المشكله ان انا وانا بعمل البريباريشن ممكن اعمل انكلوجن لبعض الماتيريالز جوه وبالتالي الريمنس دي تبتدي تشتغل في الكونتر ديزيز واحوله من حاله مثلا فيز 1 الى فيز 2 او 3 بسبب البريباريشن. حالات السنان اللي بتبقى سنجل لينجوال طبعا لو السنه رفيعه جدا في سنان ناس عندها سنان طبعا لما تبتدوا تنزلوا العياده هتلاقوا ان السنه رفيعه جدا. طب انا عايز اعمل شوكه فينشنج لاين طب هعمله فين؟ اول ما هبتدي اعمل بريباريشن هلاقي بقى عندي فاضل دبوس كده حاجه صغيره جدا. طبعا السنان دي كونترا انديكيتد اول سرامنت لان انا محتاج اعمل ريدكشن عالي مش قليل وبالتالي السنه مش هتديني الاحتمالات دي. خلاص يا اشرف لو انت يعني مش مشكله النهارده هنخلص. طب انت هنقضي الساعه الثانيه تحصل. طيب لو مسكنا الاول سرامنت وابتدينا نقيم كاليستريشن طبعا السبب بتاعه يعتبر اكسترا سبب. مقارنه بمين؟ لو انا جيت اتكلمت على الكلمتك او اتكلمت على الانتر سرامنت طبعا الاول سرامنت يعتبر احسن سبب. وول ريزيستنس اند ريتنشن طبعا ليه؟ بيجيب الريزيستنس ريتنشن ليه؟ لان هو عامل فول كفرج ريستريشن. لو احنا قلنا مقارنه ما بين الفول كفرج ريستريشن والبارت كفرج طبعا الفول كفرج هو بيديك ماكسيمم ريزيستنس ريتنشن اللي بيغطي خمس اضعاف. البايو كومباتيبلتي طبعا حاجه مهمه جدا ان ما بيحصلش رياكشن. يعني لو جينا مثلا في المكان وقلنا ان احنا هنيجي نستخدم مثلا ميتال سيراميك ريستريشن وجينا قلنا ان الميتال سيراميك ممكن الميتال ده اكتوبر كروميوم او نيكل كروميوم. طيب هل في ناس عندها حساسيه من المعادن؟ اه النيكل كروميوم في ناس عندها حساسيه الرجي من النيكل ممكن حضرتك تركب له ميتال سيراميك كروستريشن بعديها بالظبط بوقت بسيط جدا تلاقي الراشز ابتدت تظهر على ايده وعلى وشه كله بقى عباره عن حاجه كده حمراء بسبب الالرجي نتيجه وجود نسبه النيكل في الميتال سيراميك. لكن الاول سيراميك مفيش احتمال ان حد يبقى عنده اي انواع الرجي اي حاجه لان هي ماده باي كومباتبل يعني ماده ما بتعملش اي رياكشن في الماوس. لو سيرفر كونتاكتيفيتي حاجه كويسه جدا دايما الناس اللي بتعمل فول ميتال كراون بنديها انستراكشن نقول لها ايه؟ بالرغم ان احنا بنعمل سيميتيشن زين فوسفيت لكن نقول لها لو حضرتك عايز تشرب شاي في ناس بتحب تشرب الشاي من على البوتاجاز على القهوه
السخن هيوصله لدرجه عاليه. فدايما نقول لهم ايه؟ لو انت عارفه ان انت تشرب الحاجه سخنه قوي او ساقعه قوي، لا سيبها لما توصل لدرجه الحراره اللي ممكن تريتشها، مش قوي يعني ما تتعبش، وبعدين ايه؟ تتعامل معاها. لسه ما زالت المشكله بتاعتنا كلمه البريتر ريستوريشن ده في حاله اللي هو الاولد فيرجن بتاعت السيراميك، لان السيراميكس دي كانت عباره عن فيرجن. يعني اول ما ابتدينا بالفيلد سباسيك سيراميك، وكان ده سيراميك ضعيف جدا، وما كانوش بيعملوا منه غير سنجل يونت اللي هي البوست انجكتد كراون، وكان بيتكسر كتير. وبعدين ابتدوا يعملوا نوع من انواع الاسبرنسي وكذا حاجه، ابتدت ظهرت بعد كده الالومنا في سيرام، ابتدى يظهر بعد كده الزركونيا، ابتدى يظهر بعد كده الاي بي اس امبريس، ابتدى يظهر بعد كده كل الفيرجن بتاعت الكات كير والقصه بتاعتها. وبالتالي قصه البريتنس دي ما بقتش موجوده دلوقتي، لان دلوقتي بقى في انواع بيوصل الاسترنس بتاعها ل 450 ميجا باسكال، ودي حاجه عاليه جدا. تمام؟ في الاولد سيستم بس اللي كان عندنا مشكله دلوقتي. البامبو فاليدنتي لسه نفس المشكله زي فول ميتال. قلنا لما واحد يبقى عنده ريستريشن فول ميتال كراون ويجي يشكي لك ويقول لك ايه؟ انا حاسس بقلق. طيب انا عايز اشوف البامبو فاليدنتي ولا لا؟ هل ممكن اعمل البامبو فاليدنتي تيست؟ ما ينفعش. لازم اشيل الكراون واروح اعمل البامبو فاليدنتي تيست، وبعدين ارجع اعمل له سيميليشن لو ما فيش مشكله. لو في مشكله هعمل التريتمنت عادي. اوكي؟ ونفس المشكله كانت موجوده في الفول ميتال. طيب ايه الاهداف اللي وانا بشتغل تحت في المعمل، تحت في المعمل عايز اوصلها؟ تمام؟ احنا المفروض ان احنا من الترم من السكشن الجاي هنشتغل انتيري، كنا الترم الاولاني كله بوستيرو، كانت حاجه طبعا بوستيرو حاجه لطيفه جدا. كانت حاجه لطيفه جدا، بوستيرو حاجه لطيفه جدا جدا وسهله جدا. هنيجي بقى في الترم الثاني هنشتغل انتيرو بقى بجد، مش تهريج بقى، تمام؟ طبعا اللي بيديه حلو قوي في الانتيرو يعرف انه هيطلع دكتور كراون حلو قوي قوي. بنقيم الفورمات في الترم الاولاني نفس القصه، بس طبعا مع الفرق ان انت بتاخد
الاندكس بيفور البريشن، وان انت بتعمل كاتنج انسايزر بعد كده تاخد الفيديو تعمل له كاتنج بتو هاف نفس الكلام اللي هو الجينجرال هاف والانسايزر هاف. والمفروض ان انت بعد البريشن كميه الرادكشن اللي انت عاملها طبعا كميه كبيره جدا، ولازم يتوافر الكرايتيريا اللي احنا بنقول ان دي سكسسفول بريبريشن. لازم الاقي شوف الفينشنج لاين، وانت هتعمل كل الفينشنج لاين شوف كله كميه الاكزر ريدكشن بتاعتك لازم ما تزودش فيها الكونفرجنس. واحنا قلنا الحاجه اللي مسؤوله عن الريتنشن هو السيجنال. لازم وانت تشتغل السيجنال يبقى فيرتيكال، لازم يديك يبقى فيرتيكال في الروم الاكزر، لان انت لو زودت ده مش هتلاقي حاجه ريتنشن ولا ريتنشن. الفرصه بتاعتك لازم تبقى واخده نفس الدور. ولو بصينا على الانسايز الايج هنا نلاقي الانسايز الايج ده بلين وليس خط. الناس اللي بتمسك الكونترا كده عمل سايز الاتش كده، سايز الاتش بيتعمل 45 ديجري بارل ذا لونج اكسس، وبيتعالى ان هو بلين منفصل، بلين منفصل. طب احنا بنشتغل ايه تحت بقى؟ ايه اللي احنا هنبتدي نشتغله تحت علشان؟ طيب في حاجه كمان عايزه نخلي بالنا منها، او في نقطه كده يعني تنسى شويه. هل الكونتاكت بتاعتي في ناس تقول طيب لو قول سامب ده مثلا مادة احنا خايفين عليها قوي كده وغالية قوي كده، طب ايه رأيكم نخلي الكونتر نخليهم اوت اوف بوكت، يعني ما نخليش السنان اللي تحت تلمس اللي فوق ونحافظ عليهم خلاص. طبعا الكلام ده مش مظبوط. المفروض ان الكونتر بتاعتي محددينها ولازم تبقى في الميدل سيرت بتاع البلد محددينها. مفيش حاجة اسمها واحد يعمل اول سيراميك ريستوريشن ويحط الكونتر في اي حتة تعجبه. لازم تتحط في الميدل سيرت. يعني ايه الميدل سيرت؟ يعني لو قسمت الليج والتحت ثلاث حتت المفروض ان الكونتاكت مع الاوبوزيت تبقى في الميدل سيرف مفيهاش احتماليه. طيب لو واحد لعب في الكلام ده ولازم تبقى سموث، يعني لازم احط ايديا كده واتاكد ان الكونتاكت فيه سموث علشان لما يجي يقفل كده يبتدي يفتح بقه يحصل اللي يبتدي يحصل الجو يتحرك داون وورد ويتحرك لتحت كده فتبتدي السنان تفتح من بعضها. لو ان دي مش سموث مش هتفتح السنان من بعضها. اوكي؟ ليفنج ريستوريشن اوت اوف كونتاكت. في ناس كانت طلعت كده النظريه فاشله كده قال لك انا عشان احافظ على الاول سيراميك ريستوريشن بتاعتي خليها اوت اوف كونتاكت، اخليها ما تعملش كونتاكت مع الاوبوزيت ونرتاح. طبعا الكلام ده مش مظبوط، اتس نوت ريكومندد، لان ده هيؤدي الى ايربشن. يعني انا لو خليت السنه دي ما فيهاش كونتاكت هيحصل لها حاجه اسمها اوفر ايربشن. اوفر ايربشن يعني ايه؟ هي السنه ذات نفسها هتخرج من السوكت اوكي وتحاول تلمس السنه الاوبوزيت علشان في حاجه اسمها هنا في الجو حاجه اسمها كوبريشن ما بين الماسلز تمام بتاعه الماستيكيشن. يعني في حاجه اسمها ما بين النيورو ماسكر سيستم، حاجه اسمها النيورو ماسكر سيستم هو عمليه الكوبريشن اللي ما بين الماسلز وما بين المفروض اللي هي النيرفس علشان توصل لوضع الكونتاكت ده. فما فيش حاجه اسمها خالص ان اخلي السنان اوت اوف كونتاكت، مفيش حاجه اسمها الكلام ده الا في حالات معينه هناخدها بالتفصيل. امتى اخليها اوت اوف كونتاكت وليه؟ يعني امتى اخليها وليه؟ واخليها ازاي؟ اوكي؟ لكن في الاول سيراميك مفيش حاجه اسمها نخليها اوت اوف كونتاكت. طيب لو احنا جينا اشتغلنا تحت هنشتغل كام سطح؟ كام سيرفيس؟ خمسه. اوكي؟ طيب لو انا ابتديت بالايجا خلي بالي من ايه؟ خلي بالي من ايه؟ اولا لازم اولا البيسمنت اللي انت المفروض هتشتريها هتشتري تيبر وسكراب تمام؟ طيب هل في علاقه بين السايز بتاع التوب وبين السايز بتاعت السنه؟ طبعا في سنان الفينو لما تنزل تشتريها هتلاقي السنه الميزو فيستا ويلز لو انت معاك كاليبر تلاقي المفروض ان هي في 6 8 مل. في سنان بقى بيبيعوها اصغر من كده فتبقى صغيره اروح انا اجيب بقى سنان قد كده. ما ينفعش، لازم يبقى في نسبه وتناسب ما بين حجم السنان وبين السايز بتاعت الستون. لو جبت السنان الصغيره يبقى الستون تبقى صغيره، لو جبت السنان الكبيره يبقى هات الستون الكبيره شويه. خلاص؟ طيب المفروض اعملها على تو جين زي ما انا قلت اللي هو السبرايزر 1 سور والانسايزر 2 سور. طب هنتفق في النهايه بمين؟ بشولدر فينشنج لاين. طب في احتمالات ثانيه لو انا بشتغل كلينيكال ان انا اعملها؟ طبعا ممكن انتهي ب 90 ديجري شولدر فينشنج لاين وده ذا بيست 1 اللي احنا قلنا عامل 90 درجه اوكي. يا اما ان انا اعمل هيفي شانفر بس ده ما بيفضلوهوش لان بيعتبر ان الهيفي شانفر ده بيعمل ستريس كونسنتريشن ما
وبالتالي بتبقى منطقه ضغط في الاوريثرا. او ان انا اعمل ستوب شوتر، تمام، برضو ده بيعمل ستريسز، بس انا بعض الاحيان ممكن اعمل ستوب شوتر لو انا في التصريف ان انا لقيت كيرس ونزلت غصب عني، لكن لو انت ما عندكش اي حاجه غصب عنك خلاص يبقى خليك في 90 ديجري شوتر فينشنج لاين 1 ملم، ده احسن حاجه. اوكي؟ طيب هاجي اشتغل المفروض الليبيال على تو بلينز كده، افرض واحد ما عجبوش الكلام اللي احنا قلناه وراح واخد الليبيال على 1 بلين، ما عجبوش كلامنا، احنا قلنا له قسمه حتتين، قسمه للسيرفايكل والانسايزر، هو ما عجبوش، راح واخده كده كل الليبيال على مكان واحد. ايه المشكله في A وB وC؟ ايه المشكله؟ عمل ايه؟ مشكلة فين؟ هو أنا دي ثلاثة صح ولا غلط؟ ثلاثة غلط. نمرة واحد، ثلاثة غلط، خلاص؟ الثلاثة عمل ريزكشن بتاع الليجل على 1 بلين، كانوا كله على الليجل واحدة. صح؟ لا طيب، مشكلة دي حصلت في راح واخد عامل اون بلين، ولما عمل اون بلين تمام اصبح السيجنس في الاريا ديت السمك بتاع الفول سرفيس ريستوريشن هنا بقى صغير. طب لما حصل ان السمك ده قل حصل ايه؟ المفروض ان الاول سرفيس دي ليها سيجنس، زي مثلا احنا قلنا ان السيجنس ده 1 مللي، افرض ان السيجنس ده وصل 0.1. طب 0.1 ده معناه ان هيعمل ريفليكشن للاندر لاين، صح؟ هو اشمعنى قالوا ان البوست ده محتاج اعمل ريدكشن 1 مللي؟ اكيد عشان الماتيريال لما توصل 1 مللي يبقى السيكنس بتاعها كافي يعمل ماسك للاندر لاين ستراكشر. طب هو اداني السوفت بتاعه بدل 1 مللي بقى 0.1، تمام؟ فحصل ايه؟ حصل في بوينت هنا لما تيجي تبص للعيان من قدام تلاقي الريستوريشن فيها خط اسود ماشي كده بالعرض. طب الخط ده ليه نتيجه ايه؟ ان الحته دي فيها انسفيشن ريدكشن، خلاص؟ وفي نفس الوقت هو الانسفيشن ده جه منين؟ جه نتيجه ان هو خده على 1 بلين. لو هو كان خده على 2 بلينز كان في انسفيشن تو ستراكشر، وبالتالي ادى سيجنس كافي للاول سرام. الحاله الثانيه دي بقى راح واخد وعمل اوفر ريدكشن، الفرق بينه وبين البلط حاجه بسيطه جدا. طيب هو عشان يعوض الكميه اللي هو خدها دي هيضطر يعمل ريستوريشن اوفر كونتور، صح؟ طيب الاوفر كونتور دي بقى مشكلتها ايه في الانتيريور؟ لو واحد مثلا قبل ما يركب الريستوريشن بتقول له في البق فبيعمل كده، فالمفروض ان شفته لفوق لابسه شفته لتحت، ده في الوضع العادي. طيب جيت انا بقى عملت الاوفر ريدكشن وبعدين عشان اعوضه كنت عامله الاوفر كونتور بالريستوريشن، بعد ما احط له الريستوريشن الاقي ان شفته اللي فوق ابتدت تقل تترفع عن الشفه اللي تحت. طب اترفعت ليه؟ عشان الريستوريشن اللي حطيتها بقت اوفر كونتور، تمام؟ يبقى من ضمن الحاجات ان انت بعد ما تحط الريستوريشن تخلي العيان يقفل شفايفه على بعضيه. بيفور كان قافل، طب افتر ما بقاش قافل، يبقى اكيد في حصل حاجه غلط. هو اللي حصل ان انت عملت اوفر كونتور للريستوريشن. طب ليه المعمل عمل اوفر كونتور للريستوريشن؟ لانه لما جه يعوض كميه التوث ستراكشر اللي انت خدتها الكتيره قوي 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 ده اضطر ان هو يحط ايه؟ سيراميك. فبدل ما احط واحد حط مثلا 1.3، 1.3 ده هيعمل ايه؟ هتقول لك ايه بقى؟ يجي العيان يقول لك ايه بقى؟ انا بعد ما ركبت التركيبه حسيت ان انا بقى ليا ضغط. كده بنفس الطريقه انا كنت قبل الريستوريشن ما عنديش ضغط، وبعدين بعد ما الريستوريشن اتفزقت انا حسيت ان بقى عندي ضغط. طب ايه الضغط اللي حصل منين؟ حصل ان الشفه اللي فوق اترفعت عن مكانها. ليه؟ بسبب الاوفر ريستوريشن. تمام؟ كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا ما عملناش الليبيال على تو بلينز بس. لو احنا ماشيين بالبرنسبل اللي احنا بنقول عليها وعملناها على تو بلينز مش هنقع في القصه دي. طبعا هدخل والاقيكم كلكم عاملينهم على 1 بلين، صح؟ طيب ناس كتير جدا بتتعامل مع الكونسايزر ان ده مش بلين، يعني هو في السكه بنفسه. يا واحد السنه اللي فاتت بيقول لك دكتور انا باخده في السكه وانا ماشي، مش عارف ازاي يعني. المفروض ان ده بلين يا جماعه منتظر، وده بيتعمل 45 ديجري، وممكن اعمله بالويل ستون، او لو انت لقيت الويل ستون صعب عليك شويه ممكن اجيب تيبل ستون او تيبل تكون بس قصيره،
مختلفه، ده حاجه مش سهله جدا. اوكي تانية.
اشيل كربو مكان الكربو والزقه وامير اربو واكمل بريباريشن. طبعا الكلام ده طبعا كلام برضه تعمل فيها البلد وتقطع
Aici, din urmă,